اكتبوا لي في مستهل هذه الكلمة أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم بين أهلكم في موريتانيا أحر ترحيب، وإن كان المرء لا يكرم في بيته، متمنيا لكم مقاما هنيئا، ونعرب لكم عن سعادتي بالإشراف معكم اليوم على أعمال هذه الدورة 19 للجنة الكبرى للتعاون بين بلدين الشقيقين. إن هذه الدورة تمثل حلقة مفصلية بمسيرة طويلة من التعاون والتضامن الوثيقين بيننا في شتى الميادين، وهي مسيرة حافلة بالعطاء المتبادل الذي يعكس عراقة وعمق العلاقات بين بلدينا. بداية أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أخي العزيز صاحب المعالي محمد ولد بلال مسعود، ومن خلاله إلى السلطات الموريتانية على كرم الضيافة وحسن استقبال وطيب الوفادة، وعلى كل ما حظينا به من عناية منذ وطأت أقدامنا أرض موريتانيا الشقيقة. وإنني لسعيد أيما سعادة بوجودي لأول مرة في بلاد شنغيت العزيزة، أرض العلم والعلماء ومنارة الأصالة والصفاء، لأترأس مناصفة مع أخي محمد ولد بلال مسعود الدورة 19 للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، وهي أول لجنة مشتركة كبرى خارج الجزائر بعد أن حالت جائحة كورونا والاستحقاقات السياسية في البلدين دون التئامها، متمنيا لأشغالنا كامل النجاح وتمام التوفيق. بكم في موريتانيا بلد شقيق كما قلت، بلد الحضارة، بلد الضيافة، بلد الكرم، بلد التاريخ، بلدكم الثاني، ورحب بكم مرة أخرى وأشكركم جزيل الشكر على نجاح هذه الدورة، دورة 19 لجنة التعاون موريتانية الجزائرية. أشكركم وأهنيكم على نجاح هذه الدورة اللي كانت ناجحة. يطيب لي بداية أن أعبر مرة أخرى عن سعادتي بتواجدي اليوم في موريتانيا الشقيقة، كما قلت سابقا بلد العلم والعلماء، بلد شنغيت التي ننهل منها العلم والحضارة، فنحن متشرفون جميعا بتواجدنا اليوم معكم، وتلكم هي الغاية من زيارتنا في تكريس التبادلات وتكريس التعاون للذهاب إلى الاندماج المنشود من شعبي البلدين الشقيقين بمرتآه قائدي البلدين وبرغبة كذلك شعبينا العظيمين.